السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المشاهدين، تحية طيبة. وبعد، معاكم دكتور وائل الشربيني، مدرس أمراض النساء والتوليد، استشاري العقم والمناظير والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية والكندية لأمراض النساء والتوليد والعقم. النهاردة هنتكلم عن موضوع شائع جدا، هو موضوع تأخر الحمل. أولا هنبتدي بتعريف تأخر الحمل. ايه امتى الست تقلق وامتى الزوج يقلق ويقولنا كدكاترة وييجوا العيادة ويقولوا احنا تأخر الحمل. اول شرط لتأخر الحمل هو حدوث الزواج لمدة لا تقل عن سنة. واقصد بحدوث الزواج هو ان الزوج يكون مع الزوجة لفترة لا تقل عن سنة. يعني في اوقات كتيرة جدا بيجي لي ناس اسأل الزوجين انتوا قاعدين مع بعض، يقولوا لي لا، الزوج بيسافر او الزوجة مش موجودة مع الزوج باستمرار، ويقولوا احنا متجوزين بقالنا سنتين. ونبتدي نحسب الفترة اللي كانوا موجودين فيها مع بعض، نكتشف ان هم ما قعدوش مع بعض 3-4 شهور على بعض. يبقى اول حاجة لازم يكون الزوجين موجودين مع بعض لفترة لا تقل عن سنة، وده هو تعريف تأخر الحمل الاولي. معنى ان احنا نقول اولي ان في حاجة اسمها تأخر الحمل السنوي. تأخر الحمل السنوي تعريفه ان يكون حصل اي نوع من انواع الحمل بغض النظر نتج عنها طفل ولا لا. يعني الاجهاض يتحسب، الحمل الخارج الرحم يتحسب، الحمل العنقودي يتحسب، وطبعا وجود الجنين او يعني وجود طفل بعد 9 شهور، ده هو اشهر الاشكال للموضوع ده. طيب في حالة التأخر الحمل السنوي التعريف بيبقى ايه، او امتى الست تقول ان هي اتأخرت؟ لازم يمر على اخر حدث حمل، سواء كان اجهاض او حمل خارج الرحم او حمل عنقودي او حمل كامل، لازم يقلق فترة لا تقل عن سنتين. يعني مش معنى ان الست معهاش طفل وحصل لها اجهاض ان هي لو تأخرت عن فترة، تأخرت عن سنة او اقل من سنتين، دي نقول ان هي حصل لها تأخر حمل. لا، لازم تكمل السنتين عشان نقول لا ده حصل تأخر في الحمل ولازم نتجه للدكتور. طب القاعدة دي ليها استثناءات؟ اه طبعا ليها استثناءات. اهم استثناء للقاعدة دي هي ان يكون حصل الزواج فوق سن 35 سنة عند السيدة. في حالة ان السيدة يكون سن الزواج تأخر عن سن 35 سنة، اول ما تتجوز لازم تروح للدكتور وما تستناش الشروط بتاعتنا، ما تستناش مرور سنة على الزواج، لان تقدم السن مش هيبقى في صالح احتمالات حدوث الحمل. طيب لما الست بتجيلنا ولما الزوج بيجيلنا، اول حاجة بنطلبها منهم هي ان احنا يعني بنطلب من الزوج تحليل للسائل المنوي. اول شرط لتحليل السائل المنوي ان يكون ما حصلش علاقة زوجية لمدة 4-5 ايام قبل هذا التحليل. تاني شرط ان الزوج يكون موجود داخل المعمل وقت عمل التحليل. لان نقل السائل المنوي من البيت لغاية المعمل لو الفترة بتاخد اكتر من 45 دقيقة بتبقى النتائج الى حد كبير مش واقعية ومش سليمة. طيب ايه النقط اللي احنا بنبص عليها في تحليل الزوج؟ اشهر حاجة طبعا بالنسبة للناس هي تقول العدد. العدد 10 مليون، 20 مليون، 30 مليون، 100 مليون، دي اشهر نقطة في الموضوع. عايز الفت نظر الناس ان احنا بنحتاج الى حيوان منوي واحد فقط علشان يحصل عملية الاخصاب. يعني مش محتاجين للملايين دي كلها عشان تحصل عملية الاخصاب. طب ليه ربنا خلق الملايين دي؟ لان المشوار اللي الحيوانات المنوية بتاخده هو مشوار طويل، من اول المكان اللي بتنزل فيه اللي هو المهبل لغاية لما توصل للانابيب الرحمية. المسافة دي اكتر على الحيوانات المنوية من ان الانسان يلف حوالين الارض. المسافة دي تبان لنا مسافة صغيرة، هي بتوصل حوالي 7 أو 8 سنتي، لكن في ملايين الحيوانات المنوية بتموت علشان تقدر توصل للمرحلة دي. فلازم الحيوان المنوي اللي يوصل للأنابيب لازم يكون قوي جدا ولازم يكون متحرك جدا، ونقطة الحركة دي هنتكلم عليها بعد شوية. طيب احنا محتاجين كام حيوان منوي يوصلوا للبويضة عشان يحصل إخصاب؟
احنا محتاجين حوالي 100,000 حيوان منوي فقط، وده دليل على ان في مئات الملايين او عشرات الملايين ومئات الملايين من الحيوانات المنوية بتموت في سبيل ان هي توصل للبويضة. طب ال100,000 حيوان منوي دول لازمتهم ايه؟ القشرة بتاعة البويضة اللي بتحمي البويضة بتبقى محتاجة الى عمليات انتحارية بتقوم بيها الحيوانات المنوية علشان تكسر القشرة دي. الحيوان المنوي على الجزء الامامي منه موجود مادة زي القنبلة كده، هي مادة بتدوب القشرة. الحيوان المنوي بيدخل الجزء المتقدم في الرأس لغاية لما يخبط في القشرة وتخرج المادة دي تدوب نقطة صغيرة من القشرة، الحيوان المنوي التاني يخش يدوب نقطة تانية وهكذا لغاية لما يتفتح السكة قدام الحيوان المنوي اللي هيقدر انه يعمل عملية الإخصاب. طب ليه مش أكتر من حيوان منوي بيعمل عملية الإخصاب؟ لان مجرد ما في حيوان منوي واحد بيقدر انه يدخل داخل البويضة، البويضة بتطلع اشارة انه ممنوع اي حيوان منوي يقترب تاني. لو حصل ان في حيوان منوي تاني دخل، ده بيؤدي الى حمل عنقودي، وده معنى الحمل العنقودي اللي يمكن نسمع عنه لكن ما نعرفش ايه هو. اتكلمنا عن العدد بتاع الحيوانات المنوية، نتكلم على النقطة التانية المهمة وهي حركة الحيوانات المنوية. الحيوانات المنوية الحركة بتاعتها بتنقسم إلى 4 درجات. درجة ألف وهي الحيوانات المنوية المتحركة السريعة، درجة ب هي الحيوانات المنوية المتحركة البطيئة، درجة جيم هي الحيوانات المنوية المتحركة لكن بتتحرك في مكانها يعني ما فيهاش حركة تقدمية، والدرجة الأخيرة هي الحيوانات المنوية الغير متحركة تماما أو الحيوانات المنوية الميتة. يبقى دول هما ال4 درجات بتوعنا. طيب امتى نقول على السائل المنوي ده انه سائل كويس؟ لما يكون الحركة من الدرجة ألف هي 25% من الحيوانات المنوية، او من الحركة ألف زائد ب تكون اكتر من 50% من الحيوانات المنوية. النقطة الثالثة المهمة في تحليل السائل المنوي هي وجود الحيوانات المنوية المشوهة. نستغرب لما نعرف ان المواصفات او الكريتيريا بتاعت منظمة الصحة العالمية بتقول ان السائل المنوي الممتاز هو اللي الحيوانات المنوية السليمة فيه 4%، 4% او اكتر طبعا. يبقى نعرف ان في العادي 96% من السائل المنوي او من الحيوانات المنوية الموجودة في السائل ممكن تكون مشوهة ويبقى الانسان ده انسان طبيعي، يعني المصنع اللي هو الخصية ممكن تطلع 4% بس كويس و96% وحش، ومع كده بنقول ان السائل المنوي ده كويس والخصوبة فيه عالية. طيب بنبص على ايه تاني في السائل المنوي؟ بنبص على وجود خلايا صديدية، بنبص على وجود اي حاجة اسمها سبرماتوجينيك سيلز اللي هي الخلايا التكوين الحيوان المنوي الغير ناضجة. الحاجات دي كلها لازم تكون المواصفات بتاعتها مطابقة للمواصفات اللي حطاها منظمة الصحة العالمية علشان نقدر نقول على السائل المنوي انه كويس. بمجرد ان احنا نلاقي تحليل الزوج مناسب بنبقى كده خلصنا من الجزئية تأخر الحمل الخاصة بالزوج. نبتدي بعد كده نقعد مع الزوجة ونبتدي نشوف قصتها ايه. اهم حاجة في الموضوع ان احنا بناخد تاريخ مرضي مفصل من المريضة، يعني لازم دكتور يقعد مع المريضة أطول وقت ممكن، لأن كل كلمة هتقولها حتى لو هي هتبان ليها أو لزوجها إن هي مش مهمة بتبقى بالنسبة لنا إحنا ليها أهمية كبرى. لازم نسمع المريض كويس، لازم نعرف التفاصيل بتاعت الدورة الشهرية وبتاعت الأمراض العامة وبتاعت لو بتعمل رجيم، لو بتاخد أدوية، لو عندها أي مشاكل بتعاني منها، لازم نسمع الكلام ده كله. وطبعا لازم نعرف اذا كانت عملت عمليات قبل كده، لازم نعرف اذا كانت بتاخد ادوية بشكل منتظم ولا لا. بعد ما بنسمع المريضة وناخد منها تاريخ مرضي كامل بندخل على الفحص الاكلينيكي. ايه الفحص الاكلينيكي ده؟ احنا لازم نبص على الست من اول شعر راسها لغاية رجليها. وانا بخص كلمة شعر الراس لان في جزء كبير جدا من تأخر الحمل بنشخصه مجرد ان احنا نبص على راس السيدة او على شعرها. في بعض السيدات بتبقى مشكلتهم هي زيادة في هرمون الذكورة،
وبالتالي بنلاقي ان تساقط الشعر عند السيدات دول بيبقى له توزيع معين، توزيع يشبه توزيع الصلع عند الرجاله. يعني بنلاقي المنطقه الوسطى اللي هي المنطقه دي الشعر فيها خفيف، بينما المنطقه الطرفيه بنلاقي الشعر فيها تقيل. او ان احنا نبص على بشره السيده نلاقيها بشره دهنيه ونلاقي فيها حبوب شباب كتير. دي بتنقل لنا ان في مشكله في التبويض عند السيده دي. بننزل بعد كده الى فحص الثدي، لازم نتاكد ان مفيش اي افرازات لبنيه موجوده في ثدي السيده، لان هرمون اللبن من الحاجات اللي بتؤثر بشكل مباشر على التبويض. مرورا برقبه السيده، لان في الرقبه في غده اسمها الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي الهرمون المسؤول عنها او عن الافرازات بتاعتها اللي هو هرمون التي 3 والتي 4، ده بيتحكم فيه هرمون تاني اللي هو هرمون التي اس اتش. هرمون التي اس اتش ده بيتناسب عكسيا مع الهرمونات المسؤوله عن التبويض، بمعنى لو لقينا ان التي اس اتش ده عالي يبقى هنلاقي ان هرمونات التبويض قليله جدا عند هذه السيده. بعد كده بنبص على توزيع الدهون عند السيده. توزيع الدهون له نوعين، في نوع ذكوري وفي نوع انثوي. لو لقينا ان توزيع الدهون عند السيده نوع ذكوري يبقى نعرف على طول ان هرمونات الذكوره عندها مرتفعه. بنبص بعد كده على توزيع الشعر الموجود في جسم الست، لازم نتاكد ان مفيش شعر زياده بيطلع في وشها او في المنطقه بتاعت الصدر او في منطقه تحت السره. المناطق دي كلها هي مناطق شعر بتدل على ان هرمونات الذكوره مرتفعه عند هذه السيده. كل ده فحص قبل ما نوصل لعمليه الفحص امراض النساء والولاده، بمعنى ان دكتور امراض النساء والولاده ما بيبصش بس على الحوض وما بيبصش بس على الرحم والمبيض، لا ده لازم يبص على الست ككل، لان ممكن حاجه صغيره زي الحاجات اللي احنا قلناها دي لو الدكتور ما خدش باله منها هيفضل يعالج في السيده ومش هيبقى فيه اي نتيجه تؤدي الى حدوث حمل عند السيده دي. بعد كده نبتدي نفحص السيده، نطمن ان الرحم مكانه كويس، ان حجمه كويس، نبص على المهبل نتاكد ان مفيش التهابات، بنبص على عنق الرحم نتاكد ان وضعه سليم، بنبص على المبيض، وبعد كده اخر مرحله هي ان احنا نعمل موجات صوتيه للسيده. بنفاجئ ان بعض الدكاتره اول ما الست تخش اوضه الكشف على طول ما يعملش اي حاجه، يروح داخل على طول عامل سونار للست، وده مش صح، لان في الحاله دي انت بتفقد معلومات كتيره جدا عن الحاله الهرمونيه للسيده بدون ما يكون عندك اي قاعده او بدون اي وضع أو حاجه واضحه تدلك على المشكله الموجوده عند السيده. بنعمل بعد كده سونار. السونار يفضل انه يكون سونار مهبلي، بنبص على الرحم، بنبص على البطانه الرحميه، بنبص على المبايض. بعد كده بنطلب من السيده تحاليل للهرمونات ونطلب منها اشعه بالصبغه او حاجه اسمها سونو هيستروجرافي اللي هو سونار مائي يورينا الانابيب الرحميه. وفي بعض السيدات بنطلب ان احنا نعمل منظار رحمي ومنظار بطن علشان نتاكد ان الانابيب الرحميه كويسه وان مفيش اي التصاقات تعوق وصول الحيوانات المنويه للبويضه وحدوث عمليه الاخصاب. في الحالات دي لازم نكون عارفين ان تاخد التاريخ المرضي للمريضه وان احنا نعمل الفحص الاكلينيكي للمريضه، دول اهم كتير قوي من ان احنا نجري على طول على الاشعاعات وعلى التحاليل وعلى نعمل سونار او نعمل منظار او نعمل الكلام ده كله، لا لازم القعده مع المريض هي الاساس اللي بيوصلنا للتشخيص السليم. بشكركم، كان معاكم دكتور وائل الشربيني استشاري امراض النساء والتوليد والعقم، عضو الجمعيه الامريكيه والكنديه لامراض النساء والولاده، واتمنى ان اشوفكم في حلقه قادمه. مع السلامه. Oh,